لما عملنا فنادق الفور سيزون في القاهره وشرم الشيخ واسكندريه، وشفنا تاثيرات هذا الكلام كان على السياحه المصريه قد ايه، شفنا تاثيرات معدل بيع الغرفه وصل لكام، ونوعيه السائح اللي احنا قدرنا نجذبه للسياحه المصريه قد ايه، وبنبقى فخورين جدا كمصريين ان احنا عندنا هذا المستوى من الفندقه والخدمه اللي بتؤدي الى زياده معدلات النمو السياحي والانفاق على مستوى الليله السياحيه. احنا في مصر قبل ما نفتح فندق الفور سيزون في القاهره كان معدل بيع الغرفه براسل 90 دولار، الحمد لله لما فتحنا الفور سيزون وصلنا هذا المعدل ل 460 470 دولار بالنسبه لليله. إنشاء فندق الفور سيزون في الأقصر، إن شاء الله هذا الفندق هيكون له تأثير كبير جدا على السياحة العالمية لصعيد مصر.